النهضة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا تستلزم مواصلة الجهود وتكتيفها وتعزيز هذا المسار الاقتصادي الوطني بخطوات مكملة للمكاسب التي حققناها، وأذكر منها في هذه المناسبة إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد مما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم، تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التي فاقت قدراتها الإنتاجية الحاجيات الوطنية من على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن، خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية، وفيه بوادر تاع خواص شفناهم اليوم لمساعدة للتصدير، توسيع شبكة البنوك الجزائرية إلى الخارج وبالأخص في إفريقيا.